رح نتعرف هلا مشاهدينا على شركه كارت اي بروموسيون المتخصصه بدعوات للاعراس ولكل المناسبات، وكمان هدايا ممكن نهديها بكل المناسبات. وبتعرفوا بموسم الصيف ما في اكثر منهم. برحب بالسيد فادي الشويري، اهلا وسهلا فيك. بونجور. فادي ميرسي. المشاهدين صاروا يعرفوا كارت اي بروموسيون، ويدنج انفيتيشنز، دعوات لكل المناسبات شو ما كان حجمها، وهدايا مهضومه، هدايا يمكن ما بتخطر على البال، ما بنلاقيها الا عندكم. صحيح. خبرنا شو عندكم جديد لهالموسم. مثل ما عودنا العرسان لهالموسم بالافكار الجديده كويدنج كارد بموديلات مختلفه. طلعنا عن كلاسيك، اكيد الكلاسيك بيضل يعني، بس طلعنا عن افكار الكلاسيك، صار في ريفيو، صار في كثير اصناف جديده يعني كويدنج كارد. وزياده عن هيك يعني مثل ما عودنا هون عن الكستمايز ايتم والسوفينيرات والبرنتد نابكنز والفوتوبوس. نعم. واشياء عديده. بدنا نعمل جوله بالصوره نحن والمشاهدين تياخذوا فكره عن شو عم نحكي هون، افكار لدعوات للاعراس والحفلات. صحيح. هون مثل ما عم شوف، الكلاسيك العادي يعني مع ريبون، بيجي بيقطع قدامنا هلا افكار جديده قليل تنشوفها بالسوق. دائما مثل ما بنحب نذكر العرسان انه حيلا كارت نقدر نطبقه على حيلا ايتم. نعم. ومش ضروري الورق يعني. صحيح. الدعوه اليوم ما بتقتصر على ورقه وقلم بس. مزبوط. على شيب جديد، على كاتات جديد، على ريبونات مهضومه وجديده، وانواع ورق مختلفه يعني. احنا عندنا فوق ال 1000 نوع كرتون. صح. بس تياخذوا فكره عن شو عم نحكي، هالقد في مجموعه كبيره. صحيح. بحب اذكر كمان انه الاسعار شوفوها عن كارت بروموسيون هي اسعار كثير واطيه ومع افكار جديده. ما عم نعمل شيء ولا كارت يعني بيطلع مثل الثاني. يعني اجدد الموديلات. صحيح. وشفنا عدد الخيارات اللي عندهم باسعار كثير مدروسه. اكيد. يعني ولا كارت بيطلع عن كارت بروموسيون مثل الثاني، يعني دائما في كل كارت بيطلع مختلف عن الثاني. اللي بحب يعمل تعديل لاي انفيتيشن او كارت اكيد عنده الخيار. أكيد. بيجوا العرسان لعنا بيشوفوا الموديل اللي بيعجبهم، نعمل لهم ديمو عليها، بيجوا بوافقوا عليها، بيقروها، بنرجع بنكمل، إذا ما عجبتهم بنرجع بنغير الديمو. نحن عندنا واللي عنده فكرة هو حابب ينفذها، فكرة خاصة يمكن ما حدا غيره عنده إياها، بيقدر يقدم لكم. أكيد فينا ننفذها، نحن عندنا مجموعة من الجرافيك ديزاينر بيقدروا يساعدوهم. نعم. تيطبقوا الفكرة. نعم. بالإضافة للإنفيتيشنز فادي، أنتم معروفين بالبرسونلايزد جيفتس، يعني الهدايا المتخصصة. مظبوط. عندنا سبليميشن جيفت كمان يلي هي بتبلش من ماج لصحن لكادريت لاشياء بروموشن. عندنا افكار عديده كمان بنلاقيها عن كارت بروموسيون، لانه هيدي بنجيبها ديركت لكارت بروموسيون، ما بنجيبها من السوق اللبناني. اكيد بتختاروا هالاشياء من معارض بالخارج. طبيعي طبيعي. يعني بنشوف شو بنستذوق، شو بيقبلوا السوق اللبناني اليوم وبنجيب منه. بعدنا عم نشوف افكار لانفيتيشنز، بدنا نشوف الافكار للهدايا، وهون كادو دو روتور كمان. اكيد. هون عم كمل الانفيتيشن كارد، يعني عم تشوفيها اشياء بتشوفيها غريبه مثل هذا الكارت مثلا، ما بتشوفيه بالستاندار العادي. هيدي صورة للعرسان. صورة للعرسان بتيجي ملفوفة بربون كأنها جيفت بوكس مثل. نعم. هيدا الكارد كمان بيجي 3 لايرز فوق بعضهم، على كل لاير يكون مكتوب جملة معينة أو فكرة معينة. عادة بطاقة العرس أو البطاقة لأي حفلة بنشوفها بناخذ المعلومات ونتخلص منها بنكبها، بس عن جد هالأفكار الجديدة ما قلنا قلب نستغني عنها فادي، يعني فيها نحتفظ فيها كسوفينير. أكيد. هيدا الحلو، وخاصة حتى لو شفت الكارت العادي السامبل عم تشوفيه هون، هيدا ماجنتيك كارت، هيدا بيفتح وبسكر ماجنتيك، يعني ما بيقعد يفتح الأنفلوب إلا ما تفتحيه بإيدك. نعم. لأنه ما بيقعد يقوفع من قدام. قد ايه قبل بوقت لازم يعملوا الطلبيه؟ بالمبدا نحن حوالي 10 ايام نقدر نسلم الطلبيه اذا كل شيء. نعم. دان كل شيء موافق عليه، وبدي كمان 5 ايام يعني قبل 15 نهار، يعني 5 ايام تحضر الديمو، يعني 10 ايام تسلم. بسرعه. ايه اكيد. نحن هون عم نشوف كمان من الافكار الغريبه. صحيح. يعني كارت عرس مطبوع على هون بيتقدم صحن للمدعو. صحيح. مدعو. اكيد مع البوكس المرتبه تبعوا له. هيدي فكره ذكيه كثير وعمليه. صح. هون عم نشوف ساعه كثير حلوه الفكره. صح. هول كادريت ما بعد العرس بده يسحبوا الصور، المصور يعطيهم الصور للعرسان نقدر نطبق لهم، هي دايركت برنتد على الازاز. هيدي الفوتو فريم. فوتو فريم. صحيح. يعني هيدي بتهدوها لكل الضيوف اللي كانوا بالعرس.
نو هدول الصور هدول بعدين بنحطها بكادر خشب مثل ستاندرد تبعهم بتطبع ديركت على الازاز اما على الكريستال بتضاين اكثر بتعطي جمال مثل عم نشوف هدول هدول عرس ماخوذة من العرس بزينوا فيهم البيت نعم حلوين هون في عنا ليفر دور ما ننسى كمان بنقدر نقمله كمان فينا نحط صور مختلفة تبعهم بقلب الليفر دور تبعهم هدول الفوتو فريم اللي عم نشوفهم يلي في يلي بقدمون هدول فوتو فريم وقت ياخذوا صور بقلب العرس للمدعوين بياخذوا بدل ما ياخذوا صوره بس سامبل لحالها بياخذوها مع الكادر تبعولها اما مع الستاند تبعولها مع كلمه شكر من ورا بتكون وهيدي بتتسلم للضيوف النوفلين من العرس صح النوفلين من العرس صحيح خلال السهره بسرعه يعني اي هون عم شوف السوفينيرات يلي معقول في عندها شكل كثير كبيره من السوفينيرات يلي كمان بيقدموها خلال الحفله هون مش بس للأعراس عم نحكي لكل أنواع المناسبات لكل أنواع المناسبات صحيح لل... أكيد أو فوتو فريم صحيح هون عم نشوف الفوتو بوس كمان الأغراض اللي بتصوروا فيهم على ويلكم درينك وقت يكونوا المدعوين فايتين على ويلكم درينك فوتو بوث اللي هو مكان معين مزين إذا بدك مزين حسب اختيار العرسين أكيد بيوقفوا أمام الضيوف وبيتصوروا مزبوط هالأشياء الأرتيكل اللي يعني عم بيقدروا يمسكوه يتصوروا فيهم فيها نكتب الجملة اللي بدهم إياها فيها نعمل الشيب اللي بدهم إياها صحيح هدول بيسلوا فيها المدعوين يعني قبل ما يجوا العرس بيسلموا الضيوف شيء هيك يحملوه أو شيء يتصوروا معه مزبوط هيك تيكسروا الجو إذا بدك لأنه بتعرف أوقات بيكونوا واصلين شوي متوترين صحيح وهدول زيتون الصور اللي بيلتقطوهم بالأول بيوزعوهم بآخر السهرة أفكار عديدة الشيب اللي بدهم إياه من ليزر كات إن هدول كلهم بيكونوا فون بورد بنقدر نطبق لهم هي ونعطيهم للعرسان واكيد بدنا ننسى الاسعار يلي بنقدر نعطيهم اسعار كثير حلوه. لاي مناسبات عم بيستخدموا الفون بوردز اكثر شيء؟ الفون بوردز بيستخدمون مثل ما قلنا للويلكم درينك يعني على الويلكم درينك بيستعملوا الفون بورد غير الاعراس ممكن نستخدمهم ب اكيد ببيرثداي بارتي بحيلا بارتي باتشر بارتيز صحيح يعني في كمان في بيستعملوا فون بورد كبيره يكتبوا عليها مثلا مثل سوفينير لهم ضلوا عندهم يحتفظوها بالبيت يعني بيستعملوها محل الليفر دور يعني وهون بدنا نذكر انه عندكم بكارت بروموسيون مجموعه خاصه للباتشلر بارتيز صح باتشلر بارتي اكسسوارز يعني مثل عم تشوف هون البالونز ليد بالونز يعني البالونز يلي بيضووا صح يلي فيهم 3 افكت تبعوا الضويه تبعولهم بس ينفخوا بالسهره قد ايه بيضاينوا هول؟ بيضاينوا 24 ساعه اي بيضاينوا 24 ساعه مثلا هدول عم نشوف الشيت تبعوا الكونفرس اما شيت الصباط يلي كمان بيضوي باي ليد للسهرات افكار ما بتخطر على البال صحيح. يا فادي هون الفينجر ليد كمان بيعملوا موشن بالسهره بكذا ضو بكذا افيه هون عم تشوف البراسليات والساتات هيدي كلها اكسسوارز اكيد هيدي كلها فيها تحلي اجواء اي مناسبه اي مناسبه اي سهره صحيح هلا مش وقتها يمكن بس اكيد عندكم اشياء خاصه لعيد الميلاد المجيد ولراس السنه يعني كل ما يكون في مناسبه انتم عندكم مجموعه مزبوط خاصه اكيد في عندنا الكروت المختصه للميلاد في عندنا كل شيء بيختص اسمه برينتينج وكل شيء اسمه اكسسوار لسهرات انتم موجودين على اوتوستراد المنصوريه مزبوط هاي واي منصوريه الشو روم كلها وحده مزبوط شو روم وحده رح نفتح من الساعه 9 ل 8 عشيه والسبت للساعه 4 يعني يروحوا لعندكم الزوار ومعهم شويه وقت لانه وقت قليل اكيد ما رح يكفي حتى يشوفوا المجموعه كلها هيك حتى يعرفوا كيف يختاروا كم سنه صار لكم بهالمجال نحن صار لنا حوالي 5 سنين والباك جراوند تبعنا هي طباعه يعني من حوالي 40 سنه كطباعه وكل سنه حضرتك بتسافر عده مرات بتشارك بمعارض بتشوف شو في افكار جديده وتجيبها كلها معك على اكيد المين. طبيعي دائما بدك تجدد دائما بكون في كل 6 اشهر بتكون في عندك فكره جديده تضل انت الاولى بالسوق صح هيدي من الاشياء اللي بتخليكم مميزين بهالمجال شكرا لك سيد فادي شويري وان شاء الله بكون هالموسم موسم حافل لكم ميرسي لك وفي مشاهدينا وبنرجع لكم